السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كيف ما العادة نشارك معكم عملات جداد والتوقيت الإخوان عملات كاين الإخوان عندي هنا، وكذلك الإخوان غادي نشارك معكم المواعيد رقم ديال التيكي. في نواصل حاليا الإخوان رقم ديال التيكي. المهم الجديد اللي عندي هنا بالنسبة للعملات الإخوان كاين مانطوفا، لأن بزاف الإخوان كيسولوني على مانطوفا. رجبت لكم مانطوفا الإخوان، غير هو التوقيت ديال مانطوفا ما عنديش. مانطوفا الإخوان راها كتخرج، كنشوف التعاليق بزاف ديال مانطوفا علاش ما كتهضرش على مانطوفا. المهم مانطوفا راه كتخرج الموديل سي، غادي نشارك معكم الاخوان. كاين فوجا، كاين راغوزا، كاين روفيغو، كاين ميسينا. بالنسبه لليوم، اليوم الاخوان راغوزا خرجت على الجهد، وبزاف الناس دافعين في راغوزا، خرجوا بزاف الاخوان في هذه العمله هذه ديال راغوزا. والتوقيت غنعطيكم التوقيت بسبيد، يعني باترون ديريكت 9:04. من بعد 9:04 شي ثواني باقا ما دخلش الكوطا، يعني 9:04 في نواصله راغوزا بسبيد، يعني ماشي جمعيات ولكن مع الباترون ديريكت. هذا الباترون هذا فاش قلب طلبات ديالو من بعد اللي مدفوعين تم تقديم طلب ديالهم، من بعد 9:04 ما دخلوش الكوطا، خارجين ليه ديال 9:04، يعني من 9 حتى 9:04. غادي نمشيو لفوجا الاخوان. الناس اللي كتسول حتى هي على فوجا، راه منكم عداد الاخوان منكم بزاف. فوجا كتخرج الاخوان موديل سي، والتوقيت ديالها واصل 9:07، ولكن كاين اللي عنده اكثر من هذا التوقيت اللي شاركت معكم انا دابا، يعني هذا اللي عندي انا 9:07. وكاين الاخوان اللي عنده 9:00 وما خرجاتش ليه، علاش؟ لان الوراق هما اللي كيهضروا. سمعوني مزيان، راه الوراق هما اللي كيهضروا. واخا انت عندك 9:00 ولا 0 دقيقه ولا، المهم واخا تكون عندك 9:00 ولا وما تخرجش الكونترا، يعني راه الوراق هما اللي كيهضروا. ما لقيناش وراق عند الباترون، هو هذاك داكشي ماشي مريقل كنطلعوا. المهم 9:07، وكيف ما قلت لكم بالنسبه لفوجا، وكيف ما قلت لكم كاين اللي عنده 9:00 وما عنده حتى شي حاجه لحد الساعه، ولكن 9:07 راه كاين توقيت اخر الاخوان. المهم غادي نمشيو لروفيغو. الناس اللي كتسول على روفيغو كاينه في الجهه ديال الفينيتو، حتى هي حدا بادوفا، تريفيزو، فيتشينسا، وزيد وزيد. المهم روفيغو الاخوان 9:05، التوقيت اللي عندي 9:05 ديال روفيغو. غادي نمشيو الاخوان ميسينا. ميسينا الاخوان كتخرج ديال شهر 12. الناس كتقول لك 12 منهم الكونترا ديال شهر 12. ميسينا الاخوان كتخرج كونترا ديال شهر 12، ونشارك معكم التوقيت 9:06. ميسينا الاخوان 9:06. المهم ديال شهر 12 كنقول لكم راهم كيخرجوا ومازال كيخرجوا، وكنشوف حتى ديال 27/3 الاخوان. المهم اخبار اللي هي زوينه وتفرحك من طبيعه الحال، يعني ما تفقاش الامال ديال شهر 12 راه مازال كيخرجوا. غادي نمشيو لمانطوفا الاخوان. مانطوفا هاد الاخ هذا من طبيعه الحال كنهضروا على موديل سي، خرجات لي نهار 18/4/2024، وكنشوف الاخوان كيسولوا ليومنا هذا واش مانطوفا كتخرج. مانطوفا الاخوان كتخرج حتى هي، مانطوفا كتخرج. هاد الولد هذا ما عندوش الروسي، يعني ما عندوش التوقيت. مانطوفا كتخرج، مانطوفا، فوجا، راغوزا، روفيغو، وميسينا الاخوان. وكنشوف تعاليق من طبيعه الحال، واش روما عندك معاه شي حساب؟ علاش ما كتهضرش على روما؟ حتى انا بدوري كنتسنى في روما، الا كان شي جديد رانا غادي نوصلوا لكم بطبيعه الحال. وكاين عمالات اخرين باقي ما هضرناش عليهم الاخوان، انا متفق معكم عمالات اخرين باقي ما هضرناش عليهم. اون فوا تجيني كونترا الروسي توقيت غادي نشارك معكم. احنا غادي نبداو نشوفوا الاخوان في موديل بي ان شاء الله، والبادانتي ان شاء الله في الاول، يعني في الاوائل ديال شهر 5. شهر 5 راه ما بقى لي والو، غيبدا ثاني يتلاح كلشي بادانتي وموديل بي، وغنشوفوا الاخوان حتى لا كونفرسيون الاخوان اللي تقبل لهم طلب ديال لا كونفرسيون ديال تغيير العقد عمل موسمي العقد عمل ثانوي. ندوزوا الاخوان دابا للمواعيد بالزربه. الرقم التيكي الاخوان اللي كيسولوا على الرقم التيكي، الناس اللي هما تسجلوا نهار 6 في شهر 2، سمعوني مزيان، الناس اللي هما تسجلوا في شهر نهار 6 في شهر 2 رقم التيكي كان عندهم 330، راهم تواصلوا معاهم خداو الموعد ديالهم ان شاء الله باش يمشيو للفي اف اس جلوبال. اللي عنده بني ملال يمشي بني ملال، اللي عنده مراكش، اللي عنده كازا غادي يمشي لكازا ان شاء الله. المهم الناس اللي هما تسجلوا 6 في شهر 2 عندهم رقم التيكي 330، راهم تواصلوا معاهم. كذلك الناس اللي هما تسجلوا 14 في شهر 2 الاخوان، 14 في شهر 2 رقم التيكي سمعوني مزيان 335495، عطاوهم الموعد الاخوان 6 في شهر
5/2024 يمشيوا يقدموا الطلب ديالهم، طلب تاشيره لبني ملال الاخوان. سمعتوني مزيان، الناس اللي تسجلوا 6 في شهر 2 رقم تيكي 330 راهم تواصلوا معاهم 330000، والناس اللي تسجلوا 14 شهر 2 رقم تيكي واصل الاخوان 335495 راه تواصلوا معاهم وعطاوهم، يعني هاد الناس ديال هاد 335 14 شهر 2 عطاوهم 6 شهر 5 ان شاء الله يمشيو لبني ملال. وكاين حتى واحد رقم تيكي الاخوان ديال 328509، ممكن انهم ينقزوك وغادي يرجعوا. انا راه يلاه شاركت معاكم غير البارح ولا البارح واحد الرقم ديال التيكي طالع، واليوم الاخوان كنشوفوا رقم التيكي ديال 328، يعني راهم رجعوا من جديد الناس اللي هما فاتوا، يكون خير ان شاء الله. المهم راه الناس الاخوان كتمشي تيري الباسبور ديالها، الحمد لله كاين ناس بزاف كيمشيو تيريو الباسبورات ديالهم، ما تسمع غير تيري خذ الباسبور وعلق زيد في حالك. الله يسهل عليكم كاملين والله يفرحكم الاخوان.